أنا معايا السؤال الأول بس، يقول مولى عز وجل بس قلت مش لك هتعصب، المال بس مش والبنون. هتعصبنا المرة دي صح؟ لا 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 طيب. لا لا. يقول مولى عز وجل سورة الكهف: ايوه المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تمام تمام. تمام وفي آية مشابهة ليها في سورة الأنفال: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن ايوه الله عنده أجر عظيم. تمام. طيب تمام لماذا ذكر مولى عز وجل في الآية الأولى مقارنة المال والبنون بالزينة، وفي الآية الثانية بالفتنة. المال والأولاد فتنة؟ طيب حاضر تمام. حاضر، بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ محمد على اتصالك. طيب هو استاذ محمد ده كان صاحب سؤال الاستعانه بالكافر، ان احنا نجيب حق مسلم من مسلم. يعني بيقول دلوقتي سوره الكهف: المال والبنون زينة، المال والبنون زينه الحياه الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير امل. في سوره الانفال: اعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه. طيب لماذا ذكرت هنا الاموال والاولاد بان هي فتنه وهناك سعاده؟ وجه التعارض او زينه؟ وجه التعارض على الاقل انا كقارئ للقران لاول مره اقول ان اللفظ او او انت لانك ما انتش فاهم معنى العبارات. ممكن ما اكون مش فاهم. ماشي، مش فاهم كلمه فتنه يعني ايه. ايوه تمام. هل الزينه ما هياش فتنه؟ ما معنى فتنه؟ ايوه احنا ربطنا في دماغنا ان الفتنه يعني اللي بيفتن وحاجه شر. الفتنه اشد من القتل. ايوه فانت فاهم. لا، في فرق بين الفتنه فتن الناس عن دين الله. ايوه ده معناه ده اشد من القتل. انما الفتنه معناه ان الحياه بوجه عام فتنه، يعني اختبار وامتحان. ايوه بس ايه القصه بقى هنا؟ يعني هنا نفتنكم فيه يعني ايه؟ لنختبركم. فالفتنه تاتي بما احد معانيها، مصطلح الفتنه من المصطلحات التي تاتي حسب سياقها. فانت النهارده كلمه فتنه في هذا السياق نعم. معناها مقصود بها ايه؟ انها فتنه، اي اختبار. تمام. اختبر. هل هيكون المال والبنون اموالكم واولادكم سببا في طاعه الله ولا سببا في معصيه الله؟ ايوه في الهائك عن الطاعه ولا في كذا؟ وهم زينه، زينه الحياه الدنيا، بهجه وفرحه. ايوه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. الدنيا ايه هي؟ حسنه الدنيا قالوا هي الزوجه الصالحه. نعم. طيب لو كانت زوجه سيئه تبقى ايه؟ سيئه. ايوه هنقول بقى ان لا، كل الزوجات حسنات الدنيا على حسب. تمام. يا حسنتك يا سيئتك. طيب. يا جنتك يا نارك. وصلت الفكرة؟ المال خلاص سماه ربنا أحيانا يكون خير. أيوة. وأحيانا سبب للهلاك، وإنه لحب الخير لشديد. لشديد الخير أي المال. طيب قارون أهلكه إيه؟ المال. فلم يصمد أمام فتنة المال. فكلمة فتنة معناها اختبار في هذا السياق، أينها أي أنها اختبار. نعم. هل ترسب أم تنجح في الاختبار؟ الله يوفقك بقى. طيب. الولد مشبنة مبخلة كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم صح. طيب ومع ذلك إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. أيوه. فإن على حسب أنت جهدك في الحياة مع أولادك إيه. تمام. فأولادك يكونوا جنتك يا نارك. وصل المعنى خلاص. أيوة. بس مين السبب؟ انت عملت عملك، اديت واجبك ولا لا؟ طيب قد يكون جزء من عذابك ابتلاءك في الدنيا. ربنا ابتلى زي ما ربنا ابتلى سيدنا نوح بابنه. وهو ابنه كافر. صحيح. هو اثر معاه ما اثرش. لا لحد ده اخر لحظه بقول له يا بني اركب معنا ابتلاءه ولا مع الكافرين. فيه الفتنه فيه واحد يفتن بابوه. نعم. بامه، بمراته، بابنه، ببنته، كل ده فتنه. الحياه كلها خلاص ليبلوكم فيما اتاكم. نعم. يبلوكم يعني ليختبركم، يمتحنكم. طب هل معناه اختبار؟ هل نتيجه الاختبار دايما رسوب؟ لا، لا في ناس بتنجح نجاح وفي رسوب على حسب جهدك انت بقى حضرتك. تمام. طيب هذا التوضيح.